السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحاجة التانية، كل عام وكل أم بخير وصحة وسلامة، كل سنة وجميع أمهات العالم أجمع بخير وصحة وسلامة. موضوع فيديو النهاردة ملوش علاقة باليوتيوب، لكن أنا هربط شيء بشيء، هربط وأقول للناس اللي بتتكلم على تعويم الجنيه قصاد الدولار الأمريكي وارتفاع سعر الدولار قصاد الجنيه من 15.75 ل 18.22، هقول له حضرتك أخطأت إن أنت بتتكلم على إن ده فايدة لمنشئي المحتوى. هقول لحضرتك لو سمحت بص للصورة دي وأنت هتعرف إن الأسواق دلوقتي بقى كوباية الزيت للبيع. الناس ما بقتش تشتري إزازة الزيت أو زجاجة الزيت، بقت تشتري على قد الطبخة. فحضرتك لو أنت فرحت بالكام دولار اللي هيجولك زيادة، ما أنت لما هتيجي تحولهم لجنيه مصري مش هتقدر تشتري اللي أنت كنت بتشتريه قبل كده. لازم حضرتك تعرف أن أنت في سوق، في عرض وطلب، في سوق انت بتتأثر بالقدرة الشرائية عند المستهلك، وانت محتاج للمستخدم على اليوتيوب. تخيل حضرتك ان هو بقى في حمل وعبء عليه، الباقة اللي بيشحنها، الباقة اللي بيشحنها للموبايل او للمنزل عشان يتفرج على حضرتك، ما هو ممكن يتأثر ما يقدرش ان هو يشحن الباقة دي ويشوف فيديوهات حضرتك، بالتالي التأثير هيبقى سلبي عليك من كل النواحي. وحرجع اقول لك تاني، انزل الاسواق وانت تشوف الناس دلوقتي بقت تشتري كوباية الزيت ب4 جنيه عشان تطبخ وب3 جنيه عشان تطبخ. ادخل على التعليقات على فيديوهات حضرتك هتلاقي اللي بتقولك انا زوجي متوفي واعول 4 اولاد ومعيش فلوس والقناة مصدر رزق، طب دي هتعمل ايه؟ وادخل تاني وهتلاقي اللي بتعلق وتقول ان عندها طفل واتنين عندهم شلل اطفال وبتصرف عليهم ومحتاجة علاج ومحتاجة، هتجيب منين عشان تشوف فيديوهاتك؟ وادخل على شاب بيقول لك انا صوتي جميل في القرآن، عايز اللي يدعمني، عايز اللي يحفزني عشان قناتي تبقى مصدر رزق ودخل ليا، هيعمل ايه؟ كل ده بيأثر في مشاهداتك، بيأثر في مشاهداتي، في مشاهدات اليوتيوب بصفة عامة. اليوتيوب خلي بالكوا شباب، اليوتيوب الايام دي احنا ما بقناش عارفين ولا هي تحديثات ولا هو حتى بيطفش حتى منشئ المحتوى، ولا هو خلاص بقى كل همه ان هو يرجع الناس اللي راحت على التيك توك والانستجرام ومواقع التواصل الاجتماعي الاخرى وثابت اليوتيوب، واهمل هو بالتالي منشئ المحتوى. الدولار ارتفاعه مش في صالح منشئ المحتوى. اخطأت يا صديقي، اخطأتم لما فرحتم وان انت تقول ارتفاع الدولار، الدولار بشرة لمنشئ المحتوى وان الدولار ارتفع قصاد الجنيه، لا حضرتك مش هتقدر تشتري اللي كنت بتشتريه قبل كده. الناس اللي هي بتتفرج عليك وبتصرف عشان تشوف فيديوهاتك مش هتلاقي تصرف عشان تشوف فيديوهاتك، هتقل مشاهداتك، بدل ما كنت بتلاقي ال100 دولار مش هتلاقي ال20 دولار بعد كده. اخطأت، لابد ان احنا يكون في نظرة ايجابية للمستخدم، للمشاهد اللي هو موجود على القناة، لابد ان احنا نحس بالناس لان احنا من نفس الفصيل، من نفس الناس. مش معنى ان 10% هيعيشوا مرفهين يبقى 90% مش هيلاقوا حتى ان هو، مش هقول مش هيلاقوا ياكلوا، لا مش هيلاقي حتى الباقة اللي هو بيشحنها عشان يشوف فيديوهات حضرتك. اخطأتم في التسرع بان انت اخدتها زي محتوى ترند، عايز مشاهدات. هتجيب مشاهدات منين؟ هتجيب مشاهدات منين اذا كان الناس اصلا بيخبطها الفقر وارتفاع الدولار قصاد الجنيه؟ ده اكيد لتأثير سلبي، لتأثير سلبي. لابد ان انت يكون عندك توعية من شكل اخر للناس، توعية بشكل مختلف للناس ازاي انت ترشد عشان تقدر يعني تواجه صعوبات الحياة، تواجه المصاريف الزيادة اللي جاي عليك خلال الفترة دي. يا عالم بالحال، احنا ما نعرفش الامور رايحة لفين، لكن انا ضد تماما ان ارتفاع سعر الدولار قصاد الجنيه المصري ده في صالح منشئ المحتوى، بل بالعكس اول الناس اللي هتتضر وتضر
هم منشئ المحتوى على اليوتيوب، منشئ المحتوى المصريين، واللي عنده اعتراض على الكلام ده اهلا وسهلا برايك، انا مجرد راي، انا لي حق افكر زي ما حضرتك بتفكرت. انت حضرتك فكرت من ناحيه ان انت خدتها كفرحه، خدتها كحاجه ان هي هتزود مصدر دخلك، لكن حضرتك لو ركزت شويه الدخل ده بيجيلك من المشاهدات، 90% من المشاهدات دي بتجيلك من المصريين، 90% من المشاهدات دي بتجيلك من المصريين. طب المصريين لما يبقى فيه حمل وعبء زياده ومصاريف زياده ومش هيقدر ان هو يتابع حضرتك ولا يتابع فيديوهاتك، يعني بدل ما كان بيشوف لك الفيديوهات كل يوم ممكن يشوف كل اسبوع ولا كل 10 ايام ولا كل شهر حتى مر، هيوفر لاولاده ويوفر لمصاريف مدرسه ويوفر لمصاريف علاج، ولا يشتري كوباية الزيت. كوباية الزيت اللي انت شايفها دي بتتباع في الاسواق دلوقتي ب 2 جنيه و 3 جنيه و 4 جنيه عشان طبخة، عشان طبخة. حتى اللي بيعملوا قنوات الطبخ في منهم اللي هم عاملين، ويا رب يا رب يرزقهم من واسع كرمه يا رب، بيعملوا الطبخة وبيكلفوها عشان يلاقوا مشاهدات. انا واحد زي انا مش محتاج المشاهدات، تيجي المشاهدات وقت ما تيجي مش مشكلة، لكن في ناس محتاجة دلوقتي ان قناتها تزود دخلها، ان قناتها تكون مصدر ربح مصدر دخل. محتاجة من حضرتك ان انت تنصحها، ان انت تعرفها ازاي تمشي في طريق ان هي تنجح قناتها. خلاص الموضوع ما بقاش متعلق ولا بالسيو ولا بالكلمات المفتاحية ولا بالكلام ده كله في الوقت الحالي. الوقت الحالي مختلف عن كل وقت، مختلف عن كل وقت، بالدليل ان الكل معترف ان سقوط المشاهدات وقلة المشاهدات مش متعلق بالمنشئ المحتوى، لا في حاجة بتحصل غريبة. ايه هي؟ الايام اللي جاية اكيد هتتكشف لنا اكتر، لكن لابد ان احنا نحط في الاعتبار ان الحالة الاقتصادية سبب رئيسي واساسي في التأثير على كل مجريات حياتنا. اوعى تنسى ان كوباية الزيت بتتباع في السوق ب 2 جنيه و 3 جنيه و 4 جنيه، ما تنساش جيرانك، ما تنساش الفقراء، ما تنساش اهلك. لو انت قادر ومقتدر وعندك مصدر دخل زيادة ما تنساش الناس اللي حواليك الفقراء، خصوصا ان احنا في ايام مفترجة. خالص تحياتي، كل عام وحضراتكم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.